المنتجين المتحررين قد يتكفلون بأمره من أجلي. انتهى الأمر. على رسلك. ماذا؟ ختام جيد. انزف أيها الوقت. ماذا؟ حان وقت الرحيل. هذا هو المكان. هذا هو المكان المنشود. لا شيء هنا من أجلك. أرني كل شيء. عثرت على هدفي. بنجاح. انتهى الأمر.
معا نرى كل شيء يا أنكيدا. أيها الناس، يذكركم الخليفة أن السرقة ممنوعة في بغداد منعاً باتاً، إلا أنه يحثكم على إلقاء. اختيار غريب لمكان اللقاء. ألديك النقود المميزة؟ إنها بانتظارك عند باب الشام. ماذا؟ هذه حيلة ما؟ ليست حيلة بل سباق. أعتقد أنني سريع بما يكفي للتفوق على سمعتك. أراك عند البوابة. علي أخذ النقود عند باب الشام قبل أي شخص آخر. لدي النقود. الآن علي التعجل وإيصالها. مجهود رائع، لكن هيهات أن تحرك الريح جبلاً مهما عصفت. حالفك الحظ اليوم، غداً من يعلم. لدي النقود. الآن علي التعجل وإيصالها. أقدر خدمتك لكنك تأخرت، كن أسرع قليلا في المرة التالية رجاء. كن عيني يا إنكيدو. مهلاً على رأسك.
أحتاج إلى عينيك يا صديقي. قائمة بما في هذه الجرار ستجعل بحثي أسهل. لابد أن تكون هذه العينة كافية. هذا الخليفة لا يحترم فن الطب، إنه يهدد رجال العلم. يسعدني أننا نحرس هذه الجرار فحسب. أسمعت عما حدث لحكيم؟ لدي كل العينات التي أحتاج إليها، الآن علي إيصالها. التزموا الهدوء. من سيبحث داخل أصيص؟ من هم على دراية فحسب؟ ختام جيد.
هذا هو المكان المنشود. أحتاج إلى مساعدتك. ارحل الآن. قدرك محتوم. عشرات المخالفات يعلمون كيف يكونون نافعين، لذا سيشاركهم مسكراتهم. أما أنا فتهمني كنوزهم المخفية. مهلا. هذا الإناء يبدو ثقيلاً بما يكفي لتحريك كل الأحجار. أي نذر فقر هذا؟ يمكن أن يعمي هذا المرء بالجشع. النقود الكارولينجية أفعل ثروة درويش في هذه النقود. تغوين نفسي أن أحتفظ بهذه، لكنني لن أغضب درويش. ماذا ترى يا صديقي؟ عثرت على هدفي.
إنهم لا يتوقعون أي متاعب. يمكنني التسلل دون إراقة أي دماء على الأرجح. جئت لإخراجك. الحمد لله، هناك مشكلة صغيرة واحدة فحسب. تعرضت لبعض الإصابات ولست متأكدا من قدرتي على السير. لما اختطفك قطاع الطرق؟ اكتشفوا أسطورة قديمة حول كنز كبير في هذه المنطقة، ولأنني مؤرخ مشهور افترضوا أنني قد أنفعهم في تحديد مكان الكنز المذكور. ختام جيد. أنت بأمان الآن. الآن بخصوص هذا الكنز. كنز؟ لا يوجد كنز، على الأقل ليس من الذهب. بالطبع لم أتمكن من إخبار قطاع الطرق، وإلا قطعوا رقبتي. إذا لم يكن ذهبا، إنها المياه التي تجري تحت أقدامنا في أرض قاحلة. تلك المياه أثمن من أي قدر من الذهب. فهمت، الحمد لله. لا توجد هنا مثقال ذرة من أدب. استغاثة من مرجانة، ابنة علي بابا، تاجر فاحش الثراء. ما الذي قد ترغب فيه ابنة تاجر مشهور؟ مكتوب أن أقابلها خارج بوابات بغداد. تستهزئين بي؟ كان هذا التفاح يباع بنصف ذلك السعر أمس. الأمس مضى؟ أتظنين السماء تمطر نقودا؟ لدي أشخاص يجب إطعامهم. لا بد أن تكون السوق متزنة. أي تاجر محترم يعرف ذلك. إذا رأى والدي هذا. مرجانة؟ ابنة علي بابا؟ من يسأل؟ نادني باسم، لقد تلقينا رسالتك في المقر. المستترون. أجل، لو انتظرت فترة أطول لن بعثت العنقاء من رمادها. لندع الثرثرة، تعال، الوقت يجري وعلينا الإسراع كذلك. مهلا، إلى أين سنذهب؟
للعثور على والدي. سأتبعك. جهزت الجياد. كيف عثرت علينا؟ يسمع المرء كل شيء في بغداد، خاصة عندما يعرف والده كل تجار المدينة. علي بابا. بلا شك. أسمعت عن الأربعين لصا؟ قطاع الطرق سيئو السمع الذين يقودهم ملك اللصوص، يقال إنه يحمل سيفا مشتعلا. لم يكف الصبيان الذين نشأت معهم عن الكلام عنه، ظننت أنها أسطورة، حكاية تروى للأطفال. تورط والدي معهم، رغم كونهم لصوصا فإنهم ماهرون في التجارة على نحو مدهش. أكان والدك يلتقي بهم في منطقتهم؟ فكرة بالغة السوء، أخبرته ألف مرة ألا يتعامل مع اللصوص ومن على شاكلتهم، لكن دون جدوى. انظر الآن إلى ما آل إليه الأمر، أنا أتعاون مع المستترين لأتأكد من سلامته. تحبين والدك جدا لاستخدامك مستترا لحراسته. إننا نسافر معا، وأنا من يحمي قوافله، تقع على كاهلي مسؤولية سلامته. وللابنة أن تقلق، لا يمكن الاستهانة بهؤلاء اللصوص، وجودك احتياطي إذا ما احتجت إلى المساعدة. الخطة بسيطة، سنراقب من بعيد، وإذا حدث أي شيء فاتبع خطاي. لقد اقتربنا. أوه لا، تفاحة، فرس أبي. لعنكم الله، سأمزقهم إربا وألقيهم للفئران. مهلا يا مرجانة، لا نعلم ما حدث بعد. لا أرى والدي. هناك، علينا النزول إلى هناك الآن. ماذا حدث للمراقبة؟ ماذا حدث للمراقبة من بعيد؟ انتهى وقت المراقبة، حياة أبي في خطر. توفى. لا، انتظري، سأقضي عليهم بهدوء، إننا عندهم الآن، من المهم توخي الحذر. حسناً، أرني كيف تقوم. لست ممن يضيعون الوقت، يعجبني ذلك. ألا يعلم أنه لا يجب التعامل مع اللصوص؟ على ماذا؟ على دون جلبة. مرجانة. نعم، أنا هنا. لا، أتبعك.
أدعو الله أن يدخله الجنة. شكرا لك. لا أعتقد أن ذلك آخر لس، لابد أن هناك المزيد. يجب أن نغادر. أجل. سيدفن أبي وتكرم ذكراه كما ينبغي. قابلني عند منزلي بجوار البازار، سأدفع لك نظير خدماتك هناك. هذه الأملاك تتسع لمئة من الجياد والجمال. لم أعلم أن التجارة مع اللصوص قد تكون مثمرة إلى هذا الحد. استغرق البناء عليه منذ يومين مثل هذا، ولا يزال المسكين راكدا هناك تحت الأرض. ما كان ليخطر على بالك أن ذلك ثيرة في الواقع من نبيذ التمر يغلط نظرا لسجله الحازم، ووسع مدخله. ومن شأن ذلك لا أحد يعلم متى سيعود الحسن. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. إنك نعمة الابنة. لم أكن الفتاة التي تمناها. أردت أن أرى العالم وألبي نداء الترحال. يطربني صليل السيوف وقلبي متعلق بالنزال. شخص يستمتع بالحياة البسيطة الدبلوماسية كانت ستناسبه أكثر مني. رغم ذلك أحبني بالقدر نفسه. الأمر الوحيد الذي اختلفنا عليه كان تجارته مع الأربعين للصن. يصعب أحياناً مقاومة إغراء النقود، خاصة عندما يعتاد المرء أسلوب حياة معين. ظننت ذلك أيضاً، لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد. انظر، عثرت على رسومات وملاحظات بين مقتنياته. إنهم يتحدثون عن مغارة عجيبة مليئة بالنقود والجواهر. كتب عن تلبية رغبتي في رؤية العالم. كان الأربعون لصاً مفتاح هذه المغارة بطريقة ما. كان لا يزال هناك الكثير مما أجهله عن والدي. كان بإمكاني مساعدته أو وضع خطة. نخفي الأسرار أحياناً، خاصة عن أحب الناس إلينا. علامة اللصوص، ما زالوا أحياءً. يعني هذا أنك مستهدفة منذ فترة. الآن يعرفون مكانك، وسيأتي المزيد حتى تلقي حتفك. ألا يكفيهم قتل أبي؟ لنربكهم. إذا وضعنا علامات على المنازل الأخرى سأتمكن من التصدي للصوص قبل إزهاق المزيد من الأرواح. لن أدعهم يمسون جثمان أبي. سأذهب. في تعريض أبرياء للخطر، وضع علامات على منازل فارغة سيضلله. علامة هنا،
تعرف متان؟ علامة إضافية، علي أن أسرع، قد يظهر اللصوص في أي لحظة. الأخيرة، سيحيرهم هذا. سأنتظر في مكان مرتفع. سيصل اللصوص قريبا. كانت هذه أم تلك؟ تبدو جميعا متشابهة. انتشروا وعثروا على المنزل الصحيح بسرعة. رويدة، مجرد نظرة خاطفة. ماذا؟ تستحق الفحص. سأساندك في حال حدوث أي مستعدين نحتاج إلينا. مهلا. اللعنة عليكم، سيقتلنا الملك إذا لم ننهي المهمة. إلا إنهم يحاولون خداعنا. أي يريدون اللعنة؟ آمل أن تكون مرجانة بخير. صعبا. عدت في الوقت المناسب تماما. شكرا لك، تحركوا كثيرا وأنهكوا قواي. جراحك خطيرة. لدينا اعتبارات أهم. سمعت كلامهم قبل أن يعثروا علي. ملك اللصوص هو من أمر بقتل والدي، هو أمر الآن بقتلي. ماذا يريد منك؟ يعرف أن لدي علما بكهفهم، ولم تنتهي مهمتهم بعد قتل والدي، لأني لا أزال على قيد الحياة. يعلم أنه لن ينعم بلحظة سلام وأنا حية، ولن أنعم بالسلام أيضاً ما دام هو حياً. دم والدي معلق في رقبتي. إذن علينا مطاردته أولاً. لا، لن أطلب منك المزيد. ما زال علي أن أعطيك أجرك. لا أحب أن أترك مهمة دون إنهائها. يمكننا التحدث عن الأجر بعدما ننتهي. سأذهب معك. لا، دعيني أمضي قدما. ادفني والدك ثم ابحثي عني. مهلا، عثرت على هذه بين أغراض والدي. افتح يا سمسم. كلمة السر يمكن أن تكون مفتاحا لما أراد والدي العثور عليه. مخبأهم الحقيقي المغارة. شكراً أيها المستتر، سأقابلك هناك. حان وقت نزولك عن العرش يا ملك اللصوص، سأعثر عليك. اذهب يا مستتر،
سأعثر عليك ما أن أتعافى. عدنا إلى حيث بدأ الأمر كله. لن يكون العثور عليه صعبا. افتح يا سمسم. نجح ذلك، حتى بنو موسى كانوا ليندهشوا. والآن لنبحث عن ملك اللصوص. على رسلك تلقى ربك. النيران المنطلقة عندما يخرج من الغمد. ليس الماء يسمح لنا بالتلويح بضع مرات. أنت تحلم ولا يكلفه الأمر شيئاً أيضاً. عندما تكون بالتلويح يأتي أغلب الأشياء. أدركت الفتاة تعيش. لقد بالغت في تقدير أمثالك. تدنس سمعة الملوك واللصوص. آسفة، استغرقت وقتا أطول. إنه ميت. كان الأمر كله مجرد دخان ومرايا. إنها حيل ذكية، أوهام. لقد خدعنا جميعا. ليس لفترة طويلة. تم القصاص. ظننت أن الهم سيصبح أخف. هاك، إنه أجر ما فعلت. ماذا ستفعلين الآن؟
سأرحل مع قافلة إلى سمرقند. عندما كان والدي حياً رأينا العديد من المدن واشتركنا في المتع التي تقدمها الحياة، وبعد رحيله لا يوجد ما أبقى من أجله. تحققت أمنية والدك في النهاية. أجل، لكن بثمن لا أريده. لكنني سأمضي في هذا الطريق وحدي، وسألتقي والدي حين ينتهي الطريق. أتمنى لك الخير يا مرجانة. آمل أن نلتقي مجدداً يوماً ما. ستتمكن من العثور علي، لكني أشك بأنني سأعثر عليك يا رجل الظل. وداعاً أيها المستتر. إلى اللقاء يا مرجانة. أنار الله طريقك.